كانت زيارة حقيقة أعتقد إيجابية ومثمرة جدا. تم التطرق إلى الكثير من الأمور اللي تخص قضاء سنجار والجهود الحقيقة المباركة والتضحيات اللي قدموها أهالي سنجار، وكذلك نقاط اللي ممكن أن تدخل وزارة الدفاع كقوة داعمة في هذا المفصل. واتفقنا على كثير من الأمور، إن شاء الله سنكون داعمين، سنكون ممثلين لقضاء سنجار ولأهالي سنجار في الحكومة المركزية، كما خولوني الإخوان أن أكون ممثلهم في هذه المباحثات مع الحكومة المركزية، وإن شاء الله سنمثلهم خير تمثيل، سنكون مدافعين عنهم كما دافعنا عن كل شبر من أرض العراق. اليوم حملنا رسالة من أهالي سنجار، نحن صوت المعذبين وصوت المعذب لا يموت، لكارثة سنجار، لأهالي سنجار، ليزيدي سنجار، إلى معالي وزير الدفاع المحترم، وكان في استقبالنا حسن استقبال، وكان لدينا مطالب وحقوق إلى الحكومة المركزية. حمل هذا الوفد إلى معالي الوزير ووعدنا وقالوا لنا بحرف واحد: أنا سأكون يمثلكم في وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية لتهيئة مستلزمات القوة القتالية في سنجار.